أنا من نفسي أي رجال تعاملت معاه وبطلع لي شيء حقيقي من بنت خيانة أخبار فوق المرضى ولا أخبار فوق يعمل هي شيء والله يقبل كوميسيون على هذا نهائيا ما نبي نستخر عليه. ماني محقق أنا أعرف مثلا لو كنت أنت هذا قطعت تعاملت معاه شفت على أنه فيما شيء يعملها 500 جنيه خدشتها والله عدلت شيء دخلت عني في ظلمة حالا نكتبها عنك. شنو الخرق المريض نفسيا مثلا عنو لنعود أنا في عمل خيري بظاهر لهم هم واللي زين عندهم عني نعود راكبة في تاكسي معجونة فيهم اللي من قدام عني نعود عندي نوكيا ضواية ودايرة عليها سنتير وعني نعود ما عندي شو واحد معدم ما يقدر قاعد يزيد شيء.